فطبعا داخلين بقى اللي هو والنشاط وكلهم بيتقدروا احنا ما كنا اه احنا ما كنا اه كنا محترمين قوي ولا كنا بنقف طوابير واول يوم رحنا ننظم على الكمبيوتر قلنا ايه يا عم الجيش الدلع ده مش عارف اول ما خد يا عسكري ابو خد يا عسكري خد مش عارف ايه النهارده معانا حلقه جديده ومعانا جاست خطير فايتر بروفيشنال فايتر من احسن الفايترز في مصر وفي الميدل ايست عمر جاد فيرستد اوف وطبعا انتربرينور عنده بسم الله ما شاء الله كذا جيم ومبروك على الجيم الجديد حبيبي ربنا آه عمر ازيك آه... يا عمر ازيك يا يوسف ااا آه... انت لسه طالع من فين يا عمر زي ما انت كنت انا بتقول. لسه طالع من اكتر حاجه كنت متخيل ان هي كانت هتبقى لعنه في حياتي بس بصراحه يعني الناس بتتفرج كلها انا لسه مخلص المركز التدريب بتاع الخدمه العسكريه بتاعتي الف مبروك آه، الله يبارك فيك يعني <applause> انا الفكره ان انا ما كنتش متخيل ان انا كنت هدخل عشان انا اه لان انا بصراحه يعني اهلي كلهم عايشين بره ومتجنسين وانا عايش لوحدي هنا بقالي خمس سنين ف journey has been very tough. ومع اللعبة والبزنس والكلام ده طبعا الدنيا كانت صعبة وبعدين هو اصلا في في اللائحه بتاعه الجيش المصري بتقول ان انت لو عندك اي حد من الدرجه الاولى بتخرج خروج امني وكده بس المهم يعني اللي حصل حصل دخلت مركز التدريب الحمد لله وطلعت منه بني ادم احسن مما دخلت ولأي حد ومش بقول كده عشان, عشان هم اه عشان هم <applause> عشان هم دافعين <applause> لي عشان دافعين لي فلوس ولا حاجه بس بجد الجيش مدرسه، الجيش مدرسه الله. تعليميه وتهذيبيه اي حد اي حد بالذات الرياضيين ان احنا الرياضه دايما بتبقى معتمده على الدسيبلين ومعتمده على الانضباط لا لا الجيش الجيش فعلا للرجاله يعني انت عشان تبقى تعرف تعدي جيشك لازم تبقى راجل في ان مش الراجل ان انت تقف في الشمس ولا الحاجات أيوة. دي كل واحد على قد ما ربنا بيديله بس هي راجل في ان انت يبقى عندك قدره تحكم في مشاعرك في 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 ايموشنز عامه ممكن نقول كلمه المايند سيت اه يعني اه يعني يعني أيوة يعني هي كده كده اه هي موجوده اهي هي موجوده شكلها موجوده في الجيش <applause> <applause> ما <applause> بس فطبعا بغض النظر بقى عن كل الكوميديا اللي حصلت في مراكز التدريب والكلام ده انا كان كان الجيش ده كان رعب بالنسبه لي كان بقالي سنتين ثلاثه وانا بخلص جامعتي عندي ارق رهيب من موضوع الجيش ده ان انا خايف ان الكارير بتاعي يقف ان كارير <applause> كفايتر كفايتر انت <applause> النهارده دخلت الجيش سنه انا ما اعرفش انا ممكن انزل خدمه في سينا ابقى سلاح مثلا ولا ممكن اقف على برج مراقبه خدمه ست ساعات في اليوم ولا سبع ساعات في اليوم انت و... عشان الناس ما تفهمش غلط يا عمر انت بس كنت قلقان <applause> على الكارير بتاعك كفايتر. انا كنت قلقان على الكارير بتاعي كفايتر انا بالنسبه لي لو كان الحياه بتاعه الجيش في مصر كانت حياه اللي هو كانت هتعيشني بالمستوى اللي انا عايشه يعني 99% كنت هدخل صاعقه نايس <applause> كنت هبقى اللي هو راجل بقى بتاع حرب بجد واضرب سلاحه و... ده هي يعني زيها زي اللعبه بتاعتنا هي اتس فايتنج ات اند اوف ذا مش ده اللي انا قلقان منه انا مش خايف ان انا ادخل اتمرن ولا والمرمطة عادي يعني كنت باكل عدس وباكل هناك عيش بالنمل وانت رغيف العيش في الجيش هو دي ربع ساعة لو سبته هترميه في الحيطة هيرد لك بيقلب اسمنت اه والله هو رغيف عيش بص يعني دي مدعب فلا في طبعا حاجات ديسيبليناي كتير الواحد مر بيها بالذات البريشر بتاع هي كلمه مستفزه بصراحه وانا ما بحبهاش وكانت بتضايقني قوي لما كنت بسمعها في الجيش وسمعتها كم مره مش كتير بس عندهم حاجه كده جوه يقول لك ايه حكم النفس عن النفس <applause> كلمة دي كانت بتضايقني يعني ايه حكم النفس يعني النفس, حكم النفس, النفس عن نفس ان انت نفس بتحكم نفس تانية <applause> اللي هو you're under the 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 law او you need to obey another person زيك فاهم قصدي؟ <applause> فالكلمه دي كانت بتضايقني ان انا نوع من الناس اللي هو از از لو لو هطيع حد او حاجه هي ربنا وخلاص فاهم يعني مفيش بقى تقول لي حكم النفس احنا كلنا بشر زي بعض بس هو هو مدرسه تعليميه غشيمه يعني زي ما بيقولوا اللي عمل الميري نفسه تعب منه بس ف عدت بحلاوتها بوحشتها قابلت ناس طبعا عمري في حياتي ما كنت متخني في ناس عايشه على الكوكب ده معانا بالمايند سيتس دي ناس عايشه في الظروف اللي عايشين فيها قابلت ناس تعليم متوسط قابلت ناس تعليم عليا قابلت ناس جيشها سنه الجيف. قابلت ناس جيشها سنتين قابلت ناس جيشها ثلاث سنين كلت معاهم نمت معاهم في نفس العنابر طبعا بقى اكسبيرينسز جوه يعني مثلا العنبر بتاعي أه انا الناموس يعني عندي مشكله الناموس بيتغذى عليا بيتغذى بيتغذى عليا ما يعني. عندكش حساسيه ولا حاجه ما عنديش حساسيه ولا حق حق حاجه حق هو بلود تايب بتاعي الناموس بي بي آه مش حلو يعني ما اعرفش ممكن اه يعني آه حلاوه الروح بس آه. دمك خفيف يعني عبد الله كمان عبد الله عندنا برضه آه. عندنا اثنين دمهم خفيف يعني ف... بس آه كنت ما بعرفش انام غير بجد يوسف لما اجيب ازازه الاوف دي وارش على كل جسمي ولازم ارش على اورتي كده خط وعلى خدي هنا خط وهنا وابتدي بقى امسح فاهم كاني بقى ايه ببموش رايز وش بالقف واجيب عند مناخيري هنا والله العظيم يا ابني اتبهدلت كان في كان في حد بيعلمك التوتوريال ده اه كان فيه توتوريال انا بفتح انستغرام يا حبيبي كل يوم اشوف الميك اب توتوريالز فاللي كنت بقى بعمله كان في حاجه اسمها خدمه ليليه الخدمه دي الكتيب السرية اللي هم مثلا بيقدروها اللي هو سريع عايزين يقدروها ينزلوا خدمه ليليه بتبقى نباطشي بيقف ساعتين احنا الكتيبه بتاعتنا ثلاث سرايا السرايا دي مبنى تمام كل مبنى فيه ثمان عنابر كل عنبر 22 سرير تمام فهي مثلا احنا في سين سبعة وسين ثمانية وسين تسعة دول ثلاثه جنب بعض احنا كتيبه ثلاثه بس ف سين سبعة مثلا فصيلة واحد اللي هو عنبر واحد عايزين يقدروهم ينزلوهم خدمة ليلية فبيقول اللي بيحصل بينزلوا هم 22 واحد مثلا او خلينا نقول مثلا 21 ديفايد باي 3 انت بتتكلم سبعة فانت في كل خدمة بيبقى فيه 8 واقفين 2 عند سين سبعة 2 عند سين 8 2 عند سين 9 شغلانتهم ان هم يدخلوا الناس الساعه 10 في العنابر اللي النار مطفيه ونوبه الصحيان بتبقى الساعه 5 بس يصحوا ان اه يعني هو وبعين وبعدين بقى عندك من الساعه 10 بالليل للساعه 5 بالنبطشيه كل 8 بيقفوا ساعتين 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 طبعا انت ما في بقى جو بيقول لك ايه لو في اتنين داخلين الحمام مع بعض ما تدخلوش لو اه جو بقى ايه اللي مش عارف بيشرب سجاير مش عارف ايه لو طبعا الخدمه دي انا 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 رحت الجيش متاخر قوي مركز آه. تدريب تدريب أربعة سبعة. أنا راح يوم 4 7 انا رايح يوم 11 7 اللي هو انا داخل اصلا كله عايز يتف عليا فاهم <applause> انا وكنت انا انا واخر 24 عسكري في الكتيبه كلها وقعدنا اول ثلاث ايام في كاف واحد كاف واحد دي بقى كانت خالص ان احنا 24 عسكري بس تمام <applause> واحنا اصلا قوتنا كاف ثلاثه عندنا تلات ايام لحد ما ضمونا على كاف ثلاثه فطبعا احنا اول ثلاث ايام بقى كل واحد واخد دولابين اه والعنابر بقى اه اه سته في العنبر فاهم احنا قاعدين في سريه واحده سريه لوحدنا رحنا بقى السريه الثانيه دخلنا على كام يا باشا 360 عسكري ولا 370 عسكري في نفس الكتيبه كل جيرانك فطبعا داخلين بقى اللي هو ورنشاك وكلهم بيتقدروا احنا بقى كنا ايه ده في اه احنا بقى كنا مشكلة. اه كنا محترمين قوي ولا كنا بنقف طوابير واول يوم رحنا ننظم على الكمبيوتر قلنا ايه يا عم الجيش الدلع ده مش عارف اول ما دخلنا خد يا ابو خد حسكرة خد مش عارف ايه واحد يرمي طوبة الكتيبة كلها تقوم تقف فاهم واحد مش عارف ايه كله بيتقدر مع بعض بس فلما رحنا بقى الخدمة الليلية دي بيناموا بره تمام يعني كان في صف ظابط كان بيخليهم يناموا بره بس ايه يشدوا بطانيه ويطبقوها وبتاع ويحط المخده وينام انا طبعا فيش الجو ده كنت بجيب مرتبتين احطهم فوق بعض واطلع انام بره وخلاص بقى ده بقى المبيت بتاعي في حته يعني احنا في الصحراء فانا السرايا بتاعتي هنا والسرايا اللي جنبها هنا وفي ممر ما بينهم كده منك يعني اخرك السور بتاع الـ بتاع, الـ بتاع الوحده كلها ففي طيار هوا يعني كومبرست اير بيجي انت بتتكلم تكييف 16 مثلا كنت بطلع انام بقى ولا ناموس ولا جاموس اي حاجه بتيجي بتطير فاهم اللي هو انت بتبقى بتصحى الصبح تلاقي الكتيبه نظيفه الهوا بيطير كل حاجه ازايز ميه مش عارف ايه فكنت بطلع بقى انام فيها وفي طبعا بقى شباب بقى كانت بتبقى خدمه ليليه بقى مستفزين فانا كنت بعمل ايه؟ كنت بروح احط المراتب قبل ما يشدوا الخدمه وهم لو قاعدين مثلا على بعد يعني 10 متر مني مش هيشوفني ضل مكوحي. ايوه بس وكنت بنام انا واثنين ثلاثه تانيين وشكرا كنت بطلع انام بره بس فكان بقى حاجات كتيره بقى كان في حاجات كتيره اكسبيرينسز ضحك كتير اسئله غبيه طبعا في اسئله غبيه الواحد سمعها في الجيش ده فاهم لو يا ابني انت جاي منين فاهم واطفال بقى كله بقى اه يا فندم آه مش عارف مين جنبي بيشتمني يا فندم اه والله يا ابني لا 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 الجي... والجيش مبني على كده ان انت ده بيعصفر على ده مسمينهم عصافير اقول لك بس يلا عصفوره بس اه وبعدين بقى كل كل عنبر ليه حكم دار وكل سريه ليها حكم سريه وكل الكتيبه ليها حكم دار اللي هو عساكر زي زيك اصلا يعني ممكن مش يبقى في الجيش ممكن تبقى انت اه واحد دخلت معايا انا كنت حكم دار السريه بتاعتي اول ما روح جت كده مش جت كده هم فاهم قالولي يمسك امسك بس بعد كده خلعت منها ليه ان انت الحكم دار هو اللي بيدي التمام وانا انا كنت بزوغ نص فانا فمش عارف انا هيدور انت آه، انت عايز تنزل ده ولا ايه؟ <applause> لا لا آه، آه، عايز, عايز لا, <applause> لا 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 مش <applause> الكلام ده يا باشا مركز التدريب مفيش حاجه بتتحسب لك منه أصل. اصلا يعني انت لو اتسجنت في مركز التدريب ما بتنزلش في الدوسي بتاعك اوكي لان انت يعني انا مثلا النهارده احنا النهارده كام؟ النهارده آه، سته سبعه الساعه دي مفيش النهارده خمسه النهارده خمسه انا جيشي هيبتدي من واحد تسعة يعني هيبتدي يحسبني من واحد تسعة فانا كل ده مركز تدريب ده مفيش حاجه بتحسب والحمد لله في فتره اللي هي ما بين مركز تدريب ان هو مركز تدريب مفروض خمسة 45 يوم بس احنا عشان الكورونا هم قالوا لنا ان هو يبقى 15 يوم انا بقيت 26 يوم ما دخلتش فيتنا ديم. فطولت شويه ان اتوزعت غلط وبعد كده انا اصلا كنت مفروض رايح السريه الرياضيه فانا التنظيم والاداره هم اللي بيوزعوك فكان ليا حد هو هيدخلني التنظيم هيدخلني السريه الرياضيه فعشان السريه الرياضيه تاخدني محتاج اروح حته معينه كان نادي الرمايه واحد من الاماكن اللي ممكن اتاخد منها في السريه الرياضيه بس لازم يكون حد في جهاز الرياضه عارف عني نوز اباوت مي عشان يجيبني من هناك انا مفيش حد يعرف حاجه عني انا واحد صاحبي قال لي انا هوديك الجهاز الرياضي طلع بقى نادي الرمايه ده اصلا خاضع اداره المشاه يا فانا لما المندوب جالي يوم الاربع اللي, اللي فات خلاص بقى انا قلت هترحل بقى وبركب الاتوبيس بقى وهبتدي ادمع وطالع خلاص بقى اه والراجل بقى مشغل قران بقى وانا طالع ولوحدي في الاتوبيس فاهم والاتوبيس اللي ورايا معايا واحد تاني كان في العنبر معايا آه. وطالع انا بكلمه بجد اي وز فيري ايموشنال بقى و... كل ده عشان الكارير عم... بتاع انت عملت بقى, عم بقى, بتاع بقى وخلاص بقى, بقى... بقى... <applause> وانا طالع اقوم من دهشور وبتاع لقيت على جنب انزل انزل اروح فين؟ انزل يا بابا فين ده بقى؟ مركز مشاه واحد مركز تدريب نزلت بقول لهم يا جماعه انا هعمل ايه هنا؟ انزل بس انزل انزل هيجي اه لك المدوب كمان كام يوم كمان كام يوم فانا اللي هو اوه شيت فاهم انا لسه في, في يعني في الذل ده بس قبل بقى مخلع ماخرأ... كلمت مامتي انا عندي حساسيه من تغيير الجو انا كنت عامل عمليه في مناخيري فطبعا هناك الجو متقلب قوي صحراء بالليل بيبقى برد قوي وعلى الفجر بيبقى هوا جامد واللي انت بتصحى الصبح سعان معظم العيال بتلبس ساعات اه انا عندي نفس الاكسبيرينس <applause> دي في دهب بس في الفندق كانت حلوه عجبتك مختلفه الحمد انا كنت في دعشور علي ماركو ولا ميه ولا نور بس فكلمت مامتي قلت لها ادويه وعطيلي تونه بعد إدي 20 علبه تونه جامده قوي والله جامده قعدت بقى فاهم الست ايام دول بقى عمال بريكفر يعني انا الاكل كله هناك القوات المسلحه بتصرف للعسكري بروتين ثلاث ايام في الاسبوع هي فردة همبرجر هي فردة بتاكلها على بق واحد بس فبقول لك بقى رحت بقى مركز مشاة واحد ده قلت يعني ساعتها بقى فعلا مش قلت الحمد لله انا مركز تدريب بتاعي السكرتارية ده مسمينه مركز توتو لان هو كله <applause> بتاع الوسايط كل اللي كان من ابني كان بيوزع ايس كريم كان بيشغلوا ماتش الاهلي اللي هو انت وكان عندنا بلاي ستيشن انت لو حكيت لحد الكلام ده فاهم هتحكي يعني... الكلام آه؟ ده من انت هتحكي ولا... للناس كلها؟ لا أو... انا بقولك <applause> لو حكيت الكلام ده لحد مثلا في المدفعيه اه مش ولا في مش هيصدق ولا في ولا اه ولا في سينا فاهم ولا في شروط خاصه بس فروحنا بعد كده ال... رحت اللي هو المشادة كله تعليم متوسط مم. فانت بتتكلم بقى فئه اللي هو ناس مخلصه اعداديه مثلا لا 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 انسى بقى بتاع يعني مثلا التعامل هناك هم الله يكون في عونهم يعني انا بصراحه لما دخلت وشفت قلت لا ما هو الجيش ما ينفعش يمشي غير ما فيش بقى عاطفه ما فيش بقى اللي واحد غلط اصلا يا فندم محترم هو بيتكلم فاهم معاه ألف عسكري ولا هل... هي... 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 هيجمعهم ازاي ولا هيضمهم ازاي ولا هيخليهم يمشوا اصلا جنب بعض ازاي رحت بقى قعدت هناك يومين وبعد كده اتنقلت على اداره المشاهنه في القاهره وبعد كده قالوا لي احنا عايزينك تبقى آآ رئيس آآ رئيس الحرس الخاص قائد الحرس الخاص بتاع رئيس الاركان فطبعا قلت بقى دي هتبقى ذل اللي هو ذل اللي فاهم هتذل فيها ان انا مش عارف اعمل اي حاجه انت كل ده انت عايز الكارير بتاعك انا عايز الكارير بتاعي مع انها دي سلطه بنت لذينه بعد ست شهور بتترقى مش عارف بتبقى ايه حاجه معينه كده وخلاص بقى حتى لو طلعت من الجيش بقى اللي هو مفيش حد عارف يكلمنا كنت القائد الحرس الخاص على رئيس الاركان اللي هو مثلا ده بقى بيبقى في حاجات الرئيس بيبقى موجود فيها و... أيوة. وبس هو بقى بصراحه الراجل اللي هو بتاع السراير الرياضيه ده, ده ربنا يخليه يعني هو لما جه انا كان بقى ثلاث ايام قاعد بقى مش عارفين يوزعوني ان هم استحرموا اصلا ان هم يسوحوني ان هم شايفين طبعا و... <applause> اللي هو شكلي مختلف عن 90% من العساكر التانيين فاهم؟ أيه. <applause> ماي ما، ما، ما بوستشر وفي ناس ما... وفي ناس عرفتك في ناس ما في ناس عارفاني جوه كده كده مركز تدريب كان في ناس كتير عارفاني جوه أيه. يعني في مركز تدريب برضو كنت ايه, أيه. رامي الكارت وكنت جيم. ماشيها بالطول والعرض بقى اللي هو انت انا هات لي ميه وانت جاي الكانتين انت انا مش عارف ايه فاهم؟ كنت فاردها عليهم وبعدين بقى لما نزلنا اجازه العيد كان في ناس مش عارفاني دخلوا بقى شافوا على اليوتيوب وبتاع رجعوا قال لك لا احنا نبعد عنه خالص فاهم؟ بس هناك طبعا يعني اند اوف ذا دي انا اي هاد يعني I used it as a weapon مش عشان حاجة يعني في أيوة. الآخر وأنا كنت بخوف حد وكنت عادي زي الناس وكل حاجة بس هناك أي حد عنده سلطة شعراية عنك بيبص بي مش بيستغلها اللي هو أيوة. يا يا أنت <applause> اللي هو هناك انت لو قاعده من واحد بيوم يكلتش اللي ممكن تشقلبه اه تشقلبه تشقلبه زي السجن يعني بالظبط من الاخر هي بالظبط زي السجن في الافلام يعني <applause> مش مش مش, مش <applause> احنا بقى كنا <تصفيق> مش لا, لا 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 احنا شفت اللي انت شفته في الافلام انا شفته لايف بقى اللي هو بقى تلاقي على ماشيه بالليل بيكلموا نفسها والواد عمال يلعب في الرمله فاهم كله خلاص بقى ما انت في مركز فاهم بس انبسطت هناك اتعلمت بس هي كانت اكسبيرينس جامده قوي حاجات كتير اتعلمتها بونكتشواليتي يعني احنا مثلا انا عمري ف... انا انا اصلا بطبيعتي بصحى بدري في ايام ببقى تعبان ساعات ما مش ببقى قادر مثلا اصحى اصلي فجر بتاع هناك ما فيش الكلام ده لو انا جسمي ما نمتش كويس <applause> انت ما فيش يا باشا انا هناك ولا اكل ولا نوم ولا شرب ولا حاجه خمسة الصبح انا صاحي بقوم اتوضى باللي موجود فاهم يعني فاهم <applause> في الرمله في الرمله ف... في اي حاجه يعني انا الميه المعدنيه هي هي ميه الحنفيه في ميه في الحنفيات في مفيش بس حمام معدنيه مفيش ميه معدنيه بشرب من حنفيه اللي هو انت بتسلك نفسك هناك وهناك بقى المشكله ان مش هقول لك بقى there's a hygiene problem هو هناك هايجين ما عداش يعني فاهم يعني عساكر بقى اللي هو بينام بالافارول بيصحى يكمل بقيه اليوم في والله العظيم واحد كان معايا في العنبر كان نايم فوقي ما استحماش مركز التدريب كله ما استحماش يوم يا ابني استحمى يا عم مش مفيش م... يا اسطى مفيش يا اسطى الله يخرب بيتك، ده اقول لك على حاجه احنا شفنا بياده طالع منها مشروم بياده طالع البوت طالع منها مشروم فاهم؟ اللي هو حاجه يعني باي لوف نيتشر اتس نوت ايفن بوسيبل في بقى قصص من دي كتير بقى تلاقي مثلا العيال بتاخد رغيف العيش عشان مثلا ما بياكلوش في الميز ايوه فبياخد رغيف العيش بيحطه تحت باطه عشان يدفيه وبياخد مثلا تلات أربعة ترغيفه ليه هو واصحابه عشان ياكلوا علبه تونه فبتلاقيه في الافارول بقى مطلع بقى العيش فاهم بيعمل قصص <applause> بقى فاهم من ده كتير بقى ضحك ضحك يعني فانت تقول لاي لأ حد خايف من الجيش ما تخافش من الجيش بس مش هيوقف حياتك مش هيوقف حياتك وهم محترمين قوي دي حاجه بقى بجد يعني شهاده لازم الواحد يعني دلوقتي. انت كل ده ما حدش يعرفك ولا في وسط ولا اي حاجه ولا مستق... اي حاجه مع ان كان عندي حاجات كتيره حق. بس انا الفكره ان انا ما كنتش عارف اوصل لحد أي. بس هما لو انت حد فعلا بتعمل حاجه مفيده وبتعمل حاجه انا انا يعني انا مثلا طول عمري بتمرن وبشتغل وبساعد الناس والخير اللي بعمله الناس والكلام ده ترد في اكتر حاجه كنت في ح... كنت قلقان فيها في حياتي ان انا اه ام ريل فايتر بتمرن بورك اوت ريليجسلي واخد الموضوع فيري أيوة. سيريس على عكس لقيت مثلا عيال في السرايا الرياضيه بتشرب سجاير فاهم بس دول بقى بيقعدوا مبيت أيوة. اللي هو بيباتوا ف ات ذا اند اوف ذا انت النهارده لو انت حد ليك ليك يعني ليك قيمه في حاجه بتعملها وخايف عليها لا بالعكس الجيش هيساعدك يعني انا النهارده لما دخلت وشافوني كان هو ممكن ياخدني النهارده يقول لي انت معاك عربيه اشتغل مندوب ايوه فضلوا مقعديني معاهم ثلاث ايام غير الثلاث ايام اللي قعدتهم في المشاه وكنت قلقان مش هضحك عليك كنت قلقان قوي وقاعد اللي هو مش عارف بيا ولا عليا وبعدين انا متعود ان انا عايش لوحدي ايوه مامتي كانت هنا افتحي تليفوني اديني رقم مش عارف مين ايوه وبعدين بقى مشكله الجيش بقى حاجه تانية خالص انت من كتر ما هتكلم وسايط وهتلاقي ان في حاجات كتير مفيش حد يعرف يعمل لك فيها حاجه هتبطل تكون فكر. عايز تكلم حد أيوة. لان انت قد اندر دي النتيجه ساعات بتبقى بره ايدك انت ممكن تبقى مكلم طوب الارض وفي الاخر مثلا تروح لقائد الوحده وانت مثلا متوزع في حته وهو يوزعك في حته تانية، بس كده ممكن حرش. ترجع تاني بس هتقعد لك حبه حلوين م. لان هو طبعا السيستم في الجيش انا كنت في الاول منتقده بعد كده اكتشفت ان ده أكتر حاجه دقيقه بس متعبه شويه اممم ايفري ثينج از ما فيش كمبيوترز هناك م. عشان ذا ميجر ريزن السكيورتي فاهم كل حاجه يوسف بتتايد مانوال دخلت النهارده هنا بتايد مانوال بطلع من بتايد مانوال ركبت اتوبيس بتايد مانوال قطعت تذكره بتايد مانوال آه وده فاتت ده فاتت ده بس فهو بصراحه آه لا اتس ا فيري جود اكسبيرينس بس فبقول لك يعني شايف ان شباب كتير محتاجه تدخل الجيش هتعلم فيه حاجات كتير هتعلم فيه انضباط تعلم فيه ازاي تبقى نظيف يعني الناس بتقول لك الجيش لا مش نظافه وبتاع لأ هتتعلم ازاي ان انت لازم يبقى فيه مثلا ايام اداريه بتغسل فيها لبسك ان انت انت تدافع عن نفسك تقدر تدافع عن نفسك وكل حاجه وبتتعلم ازاي بقى تتكلم يعني انت الجيش الغبي بيجيب غباء لنفسه والذكي اللي بيعرف يتكلم حلو بيعرف يمشي دنيته كل حاجه بتمشي بالحب يعني ايه بالاحترام. انت محترم لسانك كويس بتعرف تتكلم كويس بتعرف تتفاهم وبتدي يعني حاجه من الحاجات اللي اتعلمتها قوي انا كنت شخص فيري ريفولوشناري اللي هو انا بدخل في ارجيومنت كاني داخل فايت أيوة. اللي هو انا المايند سيت بتاعتي لا انا اي هاف تو وين طالما ام convinced باللي انا بقوله ايوه من غير ما تسمع مش فاكر من غير ما اسمع على قد مش بدي فرصة قدامي يتكلم عشان انا اساسا داخل بقى امبوز الويل بتاعي عليه أيوة <applause> أيوة. <applause> until he imposes his will on me which is gonna be a very hard process عشان على انا, على أنا a very arrogant آه الكونفرسيشن ما بتمشيش لا في صالح ولا في صالحي فتعلمت ان ممكن ساعات اصلا مش محتاج اتكلم فاهم <applause> اللي هو عادي يعني اه والله في حاجات مش خلاص مش لازم تتكلم فيها دي حاجه من الحاجات اللي علمتها اللي هو اداب الحديث ان انت النهارده طبعا انت لو واقف قدام عقيدة او عميد يعني مالكش حق انك تتكلم اصلا يعني حتى لو انت مثلا جاي مظلوم ما فيش فالحاجات دي بتعلمك ديسيبلين جامد قوي بس ف ات فيري جود اكسبيرينس الحمد لله خلاص وبعد كده ايه اللي هيحصل دلوقتي يعني انت دلوقتي انا خلاص دخلت جيش انا جيش اه انا دخلت السريه الرياضيه انا في اجازه دلوقتي المفروض اروح ادي تمام مش يوم السبت ده اللي بعده بروبابلي اللي هعمله ان هم يعني هيستفيدوا مني زي ما هم هيفيدوني ان انا مثلا امرن بتاع جميل. امسك مثلا تدريب لشويه عمده لويات بتاع مش عارف ايه وهيبقى مثلا جيشي زي كاني موظف فاهم جامد وجو باك اند فورث وبروبلي وهيخلوك تتمرن اه, آه وهيخلوني اتمرن وهيخلوني اسافر كمان يعني لو جالي ماتش بره هيساعدوني كمان جميل. ان انا اسافر بيودوا حاجه للامانه العامه وبتاع فاي رياضي يعني وده من غير ما اكلم حد يعني أوه. انا ما ظبطتش اي حاجه انا ولا حد رفع سماعه التليفون على حد هو نفسيتك إيه احسن دلوقتي بكتير لا ونفسيتي احسن ان يعني انا مبسوط ان الموضوع مشي فورمال اللي هو م -م. هو جه قال لك اه لا يا فندم الراجل ده بطل ومعروف ومش عارف ايه انا هاخده معايا ادخله السرير الراضيه وبتاع جيب. وانا فاهم قلت انا تحت امرك كنت ممكن تتعقد يعني. لو كنت داخل بواسطه اه بالظبط ما دي مشكله تانية ان انت ساعات لما بتدخل بواسطه وبتوصي على كذا حد الوصايب بتلبس في بعض فبتسقط زي ناس كتيره عملت الموضوع ده التوزيع بتاعتها سقطت فقعدوا في مركز التدريب بقى انا قعدت اليوم الاربع مثلا مشيت الاربع دول مشوا مثلا النهارده مثلا فاهم بس عايز تاخدنا فين بقى في رحلتك يا عمر عايز تكلمنا آه عن اللي جاي عايز نرجع لورا بص شويه يعني انا انت احنا هنرجع خطوه صغيره لورا تمام لان انا آه شهر ثلاثة اللي فات ده كان اول ماتش بروفيشنال العبه بره مصر انترناشونال آه. انا لسه ماضي كونتراكت مع بروموشن اسمها بريف جامد آه هي من اكبر البروموشنز الموجوده دلوقتي في الـ في الميدل ايست وفي اوروبا ورانكت ممكن نقول توب 20 بروموشنز في العالم جامد آه وخسرت الماتش ده تمام آه خسرته اه ما كانتش خساره مهينه وعملت ماتش حلو و, و وضربت الولد و I وبتاع بس آه it went to the judges و I didn't get the win و نفس الحكايه كان نفس موضوع الجيش ده كده رجعت اكتئبت قعدت اه, 8 ايام في البيت ما بعملش اي حاجه مم. عمال اكل بقى جونك وتشوكليت واني ثينج ات سايت وبتاع كنت بحاول عمال ادمر في نفسي انا شخص موست فايترز ار سيلف destructive مم. يعني هي اللعبه اصلا انت يو سيلف ديستركت يور من غير ما تكون واخد بالك ف ال... السنه اللي عدت عليا دي ناس كتيره قوي 2020 20, -20... قعدوا لي سنه كانت صعبه قوي ومش عارف ايه وبتاع انا بالنسبه لي ما كانتش سنه صعبه قوي على قد يعني حياتي ما وقفتش دقيقه انا كنت شغال وكنت بمرن و و I didn't trust the virus بصراحه ولا <applause> دخلت بقى ايش اخدت precautions بتاعتي لان this is the least I could do <applause> وكان لازم اعمل كده حتى لو ما كنتش مقتنع انا ما كانش فارق لي بصراحه موضوع الموت ده انا عايش لوحدي ولو الفيروس كان هيجيلي وكنت هموت خلاص اسمها دستني مش حاجه <تصفيق> <تصفيق> تتغير اه تاخد بالاسباب وكل حاجه بس ات في اوف مثلا انا واحد بلعب ام ام اي وبلعب و بلعب جوجيتسو ما كنتش عارف ابطل التمرين ده وفي ناس تانية ما كانتش عارفه تبطله زي زيها لان هو لو لو هموت النهارده اكرمني اموت وانا متمرن وعامل حاجه انا بحبها عن ان انا اموت فاهم أيه. ما عشتش لهدف في يومي. وانت احسن حاجة انت عايش لوحدك مامتك انا ممتق عايش لوحدي فاهم ومع أوه. نفسي فذيس از انت لو حاجة أوه حصلت, انت حاجة حصلت حاجة. انا وكده كده حصل لي حاجات كتيرة ودخلت في مشاكل كتيرة وانا عايش لوحدي و... يعني I اي I, I, I grew through what I went through. تمام فحاجة من الحاجات اللي كنت يعني كنت بفكر فيها النهاردة وكنت عايز اتكلم فيها انا في 2020 دخلت في toxic relationship مم. ودي كانت اول مره في حياتي ادخل في سيشن ريليشن انا عندي 26 سنه تمام يعني انا بكلمك انا كنت في انفايرمنت كل الناس اللي حواليا بيبقوا مصاحبين بيبقوا مش عارف ان ريليشن شيبس بتاع انا مش عايز اتكلم اون ماي اون اكسبيرينس عشان هي خاصه سمثينج توكسيك وعدت بس عايز اتكلم بشوف ناس كتيره قوي في سن صغير بيحطوا فوكس على حاجات مالهاش لازمه مم. يعني النهارده انا In my early 20s انا من وانا عندي انا من و... من 2013 انا ابتديت العب بودي ويت من 2013 لحد 2016 انا كنت لسه في الستراجل بتاع انا بحاول اتخلى عن حياتي القديمه وادخل في الحياه الجديده بتاعت ما فيش اي توكسنز بتخش جسمي أيوه. مش بشرب اي حاجه مش مش بدخن مش بعمل اي حاجه من الكلام ده ففتره انتقاليه خدتني من 2013 ل 2016، 2016 I started fighting and that was it 16 17 18 انا ما كنتش بعمل اي حاجة ومش بقول ما كنتش بعمل اي حاجة ازن ان هو uh, يعني اللي هو لايك ميتافور لا انا ما كنتش للم. بخرج آي. ما كنتش ما كانش عندي صحاب ما كنتش بروح افراح ما كنتش بروح خطوبات ما كنتش بروح جنازات ما كنتش بروح... كنت عايش حياه ات واز فيري ستريكت وات واز فيري اكستريم بس هو دي ذس از ذس از ماي منتال ميك اب فاهم انا مش بقول لحد لان في ناس ما تقدرش تعيش كده أيوه. يعني انا قدرت دي حاجه انا قدرت اعملها فاهم في ناس تانية ما تقدرش تعمل كده كنت كدا. عايز تثبت لنفسك حاجه يعني الفتره دي لا هي الفتره دي انا عملت نفسي فيها م. يعني انا ما كانش عندي وقت لحاجه تانية انا كنت بصحى الصبح على الفجر بتمرن بخلص بمرن في اليوم من سبع لتسع ساعات جميل. back to back private clients private I was making money I was growing my business كنت محتاج تعمل فلوس ولا يعني لا, لا. ولا وبص ما كانش في يوم في ايام من حياتي كنت محتاج ان انا اعمل فلوس انا الحمد لله اهلي يعني are well off بس انا يعني مش هينفع ان انا اعيش على 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 على, على الجولد اللي ابويا عمله انا عايز اعمل لنفسي مه. ما انا النهارده لو 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 كبرت بابا بيجيب لي البيت بابا بيجيب لي العربية بابا بيجيب لي السيارة بابا بيجيب لي الطيارة ايش هذا 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 مو حياة صديقي this is not life دي مش حياة <applause> وحاجة من الحاجات انا I experienced a relationship in the wrong time with a toxic person for a meaningful purpose انا كنت بداخل مع شخص كان 180 درجة عكسي وصعب عليا فانا كنت عايز اغيره 180 درجه واي هاد هيرو سيندروم ما خلاص بقى ما انا واحد كنت هناك Aye. وجيت هنا فانا شايفك هناك تعالي هنا Aye. كان كانت اكبر مني بكذا سنه وكل وبص ايفريثينج واز جوينج اجينست مي وايفري ون واز لايك وات ذا فوك ار يو دوينج ذس بيرسون از نوت لايك يو بتاع ومش عارف ايه الموضوع مش مش اللي انا اكتشفته مش ان هو انا أثبتت لنفسي اه طب انت جامد وغيرتها 180 درجه في ثلاث اربع شهور خمس شهور بعد كده سبتوا بعض انت ليه اصلا دخلت في حاجه وانت لسه بتبني نفسك؟ م. سيبك بقى من ايموشنز والكلام ده. Some people are too weak to live life مع نفسهم. ودي حاجه انا ب... يعني بشوفها كتير اليومين دول انت النهارده مش قادر تعيش غير لما يكون احمد بيكلمك وساره بتقول لك مش عارف ايه أي. و مش عارف عملت انجاز اللي هو حاجه حتى لو الواحد مستني الاتوبيس لازم يبقى على الموبايل لو دخل الحمام آه آه وده انا بتكلم عن لو إن انا دخلت التواليت ونسيت التليفون مش عايز ابقى لوحدي في التواليت آه لازم اطلع اجيب التليفون وارجع تاني بالظبط الموضوع بقى صعب جدا الموضوع بقى صعب واللي هو انا لحد ما اموت انت دي انا بتهاجم كتير قوي وناس كتير ما بتحبنيش ناس كتير بتقعد تقول لك ده شايف نفسه ده ده ما علينا كده كده هيترز والهيت بس انا ضعفت في الفتره اللي انا دخلت فيها في باث مش بتاعي م. مبادئ كتير قوي عندي اتغيرت ما بعدتش عن اي حاجه بس ده ممكن ياثر فيك يا عمر ويغيرك وانت مش واخد بالك ما هو سبكونشسلي سبكونشسلي انت بتتغير غصب عنك بتبتدي تاكسبت حاجات ان ما كنتش بتاكسبتها هي. قبل كده بتبتدي ان انت يبقى عندك مثلا حاجات اللي هو انت عارف ان هي غلط قوي اه عشان خاطر البني ادم ده ممكن تبتدي تقول او تتنازل ليه؟ لان انت خلاص بقى في ايموشنال فيلينج بينك وبينه ده أيوة. بيضعفك ده مش بيقويك و نو فيري ويل فيري ويل الموضوع بص از بلانت از كان بي انت النهارده موضوع الريليشن شيبس ده بقى عائق كبير في المجتمع عندنا بالذات في مصر الطلاق ومش عارف ايه وبتاع الكلام ده ما بيحصلش بسبب ان بيحصل فيه سوء تفاهم ولا ولا هي غلطت ولا انت غلطت العلاقه بتبقى مبنيه على مبدا غلط مم. من غير ما ندخل في في ريليجن في او اساسيات او حاجه انت عندك مخ النهارده انت بتختار حد شريك حياتك مم. مش هينفع النهارده تختار واحد طبعه مش زي طبعك مم. تفكيره مش زي تفكيرك أيوه. يقول لك لا يا باشا اخت، في اختلافنا رحمه يا عم اختلافنا رحمه ايه <applause> انت النهارده واحد بـ 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 مثلا واحد بتشرب وبتسهر وبتعمل ما ينفعش تتجوزي واحد بيصلي وبيصوم مش هتمشوا مع بعض ات ويل نوت ورك ودي كانت الغلطه اللي إن انا عملتها ان انا خدت خطوه في وقت غلط انا واحد لسه ببني نفسي انا واحد لسه ولسه عايز ابني نفسي اكتر من كده واللي بيقول لك الجواز بيعطل لا هو مش بيعطل هو بالعكس انت لو اخترت شخص صح هو هيساعدك ان انت انا اقدر move انا اقدر forward. اشاهد ده يعني انا لما اتجوزت دا... يعني من هنا اتجوزت البيزنس فرحة <applause> ايوه <تصفيق> ايوه لا ما هي ايوه ما هي بتبقى ازاي ربنا لان انت فالحمد لله لان انت الابروتش بتاعك للجواز اكيد كان حاجه انت شخص برضو يو دوينج سمثنج جود للمجتمع وبتعمل حاجه كويسه لنفسك وتحاول تفيد الناس انت اكيد النهارده لما رحت تتجوز رحت تتجوز واحده مثلا عشان الناس تقول لك اوه oh, ده صح... اتجوز البنت اللي هي كانت راكبه عربيه أيوة. م... حاجه رمزيه او حاجه ماتيريالستيك فدي حاجه كنت عايز اتكلم فيها ان هو يعني تو cut it شورت يا جماعه الناس اللي عايشين بصاحب واحده وبعد كده يسيبها ويروح صاحب تاني هو دي مش حياه انت اصلا فيش حاجه اسمها ما فيش ولا اي حاجه موجوده بتقول ان uh, you need to start testing whether things are gonna work out or not وانت عندك 18 19 سنه يبقى <applause> عندك الكور <applause> values بتاعتك بالظبط وانت عندك الاثكس <applause> بتاعتك اعرف انت مين الاول كشخص. اعرف كخصص. انت راجل اصلا هتعرف تصرف على حد هتعرف معلش مع كل احترام يعني والاوديو ريسبكت ما تبقاش عيل لسه بشخه بتمد ايدك لابوك وامك وتروح بعد كده تصرف فلوس دي على حد مثلا وتعمل فيها راجل أي. انت المشكله انا مش بتكلم ان انا بجدج الناس اللي بتعمل كده انا بتكلم في ان انت الوقت اللي إن انت بتضيعه في الحاجات دي ده الوقت ان نفسك. انت المفروض تكون بتبني نفسك فيه عشان قدام تعرف تعمل الكلام ده كله صح يعني انا النهارده بقول لك اول مره في حياتي ادخل في ريليشن شيب كان عندي 26 سنه واخرتني واخرتني بس انا عشان كنت شخص فيري ارجنت كنت عايز اثبت لنفسي حاجه واثبت للناس حاجه واثبتها بس في الاخر هو رجعتك الشا... لورا انت رجعتني لورا والشخص رمى كل حاجه يعني هي بورد شي بورد هو كاب عشان شي didn't دو this بيها هو نفسه اللي عايز يتغير هيتغير انت مش هتغير حد كده كده قد عنده ظروف واللي عايز يغير بيغير نفسه خلاص يعني انت طب انت تقول ايه يا عمر عشان الناس ما تقول يا طب يا طب ايه يعملوا ايه يعني يقول لهم مره اتنين الناس مش فكرة مش فكرت ايه؟ مره اتنين انت النهارده في حد بتحبه وعايزه يتغير للاحسن عليكم عليكم بالنصيحه بس ما, عليكش بأي بس حاجة ما تخشش درجة. في الدوامة ما تخشش في الدوامة عشان في ناس ار تو ويك لو دخلوا في الدوامة هيتاخدوا فيها اتس ا وول بول انت النهارده اللي في الدوامة ده ما فيش حد اتخلق وحش ربنا أي. ما خلقش حد مثلا ريسست ما خلقش حد جادجمنتال ما خلقش حد منافق انت بتبيلد اب التريتس دي وانت بتكبر في حياتك أي. انت بتبقى مخلوق خصنا نظيفة انت اللي بتختار انت بتحط ايه في الـ في, الـ في, السيستم بتاعك فانت النهارده بتروح مثلا حد مثلا بيشرب فور انستنس الشرب ده برضو بعيدا عن دين او اي حاجه ده حاجه بيأذي جز... حاجه بتأذي جسمك قعدت آه بقى جبتها لي شمال جبتها لي يمين اصل يا برو سوشيال درينكينج كاب على الغدا على مش عارف الكلام ده كله الحمصي ده فاهم ما بياكلش عيش آه، الناس بقى من كتر ما هي مثلا النهارده انت بتبقى خلاص بقى everyone around you is doing it الناس كلها بتعملها by time انت بتبتدي تاكسبت الموضوع ده ايوه فبيبقى موضوع عادي يعني أيوه. هتشوف حد بيتكلم زي ايه ده ايه ده ايه اللي هو بيقوله ده مين ده اصلا؟ هو أيوه. فاكر نفسه مش عارف ايه فهيبتدي ان هو هينتقدك فاهم؟ أيوه. فعشان كده دايما انا لما مثلا بتكلم او بحب ان انا اقول حاجه ايجابيه ما ب... ما بوجهش كلام ما مش بتكلم كلام هجومي بتكلم كلام حقيقي واقعي أيوة. الناس بتكدبه عشان تعيش العيشه اللي هي عايشاها فانت فور انستنس النهارده حد بيشرب وانت حد ده بتحبه وعارف ان الشرب ده غلط وشايفه مأثر عليه فانت هتبتدي تنصحه مثلا انت بتنصحه في مره هو بيشرب مره تانية اصل هيقول لك اصل انا لما بعمل كده برتاح ممكن في مره تلاقي نفسك بقيت زيه صح فاهم مابل مابل مابل. فانت يور بيتر اوف ان انت ستيك يور اون باث ان انت كده كده في نهايه اليوم يوم ما هتموت هتموت لوحدك انا اكتر حاجه حبيتها عمر اللي انت قلت لها قلتها هو ان الناس مش قادره تبقى لوحدها خلاص كله م. مش قادر اكسبت ان هو يقعد لوحده ويبقى مع افكاره ويبني نفسه لازم لازم آه يبقوا مع حد يعني آه. انا اعرف ناس كتير جدا بيكرهوا صاحبهم او صاحبتهم بيكرهوه بس آه, بس آه لا ما اقدرش اسيبه لا هيتغير لا هتتغير مثلا يعمل حبها. ايوه لا ويعمل مثلا في حاجه يعمل في حاجه مثلا اللي هو يعني عيني عينك هو اذيك هو اذاك وانت أوه عارف أيوة وبتكدبها أيوة عشان أيوة تعدي اليوم طب ما أيوة. انت النهارده بتاذي نفسك يعني انا مثلا انا في ناس ذا باور اوف دينايل عمر الدينايل ده مش ممكن ما هي باور اوف دينايل ما هي الدينايل ده بيبل ناس عايشه دينايل عشان كده يا جماعه ما تستغربوش او ما تستعجبوش لما انت تبقى قاعد وشايف واحد مثلا في حته انت نفسك تبقى فيها وعمرك ما هتوصلها بسبب ان انت اخترت طريق الحاجات أنت الحاجات الصغيره دي الحاجات الصغيره دي ف اللي هي بتاثر على الحاجات الكبيره بالزبط. قوي واحلامك وكل حاجه بالظبط فكونكلودنج دي <applause> يعني ريليشن شيبس حاجات تانية كتير درينكينج بارتينج الكلام ده كله اللي انت بتشوفه في السوشيال ميديا ودامبل زاين بقى الناس الكلام دي الكلام ده كله ده this is not life this is not, not real ده في الآخر at the end of the day لو انت you experience الكلام ده مع الوقت هتزهق منه هي بس البروباغاندا اللي بتتعمل للحاجات التوكسيك nowadays الفكره يا عمر ان الناس اللي get addicted للحياه دي بالظبط وبعد كده بعد الحفلات وكل ده تمام تمام اول ما يقول لوحدهم خلاص مفيش مفيش البوست ده ما هي ما, ما هو بقى مفيش الدوبامين ده فهو دوبامين هو دوبامين هيفضل وهيفضل هتخش في ديبريشن بالظبط انت مفيش الحفلات مفيش السكر مفيش الحاجات دي هتخش في ديبريشن عشان انت محتاج الدوبامين ده فهيضطر ان هو عايز يروح تاني يرجع تاني وعايز يعمل تاني ويثبت نفسه في حفله ويروح فرح مش عارف ايه وبتاع ويزود وفي الاخر لما مثلا حاجه بتعدي مثلا يومين ثلاثه انت بتقعد تتكلم معاه خلاص هو اه طبعا فهو بيبتدي يدور على حاجه تانية اه on the other side حد مثلا يكون determined وحد بيبقى عايز يوصل لهدف و و وعايز يعمل حاجه انا مثلا طول عمري عايش وبتغذى على self motivation ما ينفعش اعتمد على حد تاني في حياتي هو يموتيفيت مي ان انا اوصل للجولز والدريمز بتاعتي لان this is too risky ان انت تسلم حد your passion and drive هو يبقى السبب الرئيسي إن أنت النهاردة بتعمل اللي أنت عايز تعمله، فرضا الشخص ده مات، اختفى، اه اتغير، هتعمل إيه؟ هتوقف حياتك؟ فالناس كلها جماعة اعتمدوا على نفسكم، ما تعتمدوش على إن أنت النهاردة لازم تبقى في ريليشن عشان تبقى مبسوط، لازم تبقى بتخرج عشان تبقى فرحان لازم مش عارف آه النهارده تبقى بتتصور بشكل معين او بتلبس لبس معين عيش بطريقه بالظبط آه بالحته اللي انت فيها في سلام تكون في سلام سلام داخلي بالظبط هو بيقول لك ايه آه في كوت كده هجيبه لك افريكان بروفرب يعني ال 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 الكود ده حلو قوي اولا انا احب اشكرك ان انت خليتني استخدم اللابتوب اول مره في حياتي في البودكاست <applause> اللقطه دي انا مستنيها من زمان قوي <applause> ممكن نزوم ان وانا بكتب على اللابتوب هاتولي اوريك الرايتنج سكيلز بتاعتي ذا انمي انسايد ايه يا عمر تاني بروح هطول هطلع هطول السكشن ده if, if, if there is no enemy inside <تصفيق> the <applause> enemy outside هيطلع لك على طول there is no enemy inside if uh, uh, دي كانت جملة if there is no enemy within the enemy outside can do us no harm exactly if there is no enemy within the enemy outside can do us no harm انت لو بقى. مش انت لو مش عدو نفسك وانت بتكره نفسك ما انت النهارده لما بتاخد نفسك تعمل حاجات مش المفروض تكون بتعملها لان هي بقى هيومن نيتشر انت بني ادم النهارده ربنا خلقك في خلق بشكل معين زي النهارده العربيه انت راكب عربيه مكلارن حطيت لها غاز طبيعي هتكركر منك نفس الحكايه انت بني ادم غذيت نفسك بافكار غلط دخلت جسمك مثلا اكل غلط مش عارف ايه جسمك هيرياكت بطريقه هي هي فانت النهارده لما بتعمل الحاجات دي انت بتاذي نفسك فذير از ان انمي within ده انت خلاص دلوقتي يو an an هاف ان انمي within اند وي اول هاف ان انمي within اس مش هقول لك ان اني is از بيرفكت بس the amount of enemies inside of you أو the amount of, 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 pain and, and, and grit you cost yourself بتفرق من مستوى لمستوى <applause> فهي الفكرة ان الافريكان ده بيقول لك if there is no enemy within the enemy outside can do us no harm. لو انت ما مش عدو نفسك العدو ده <applause> <لعضو تصفيق> اللي مكتوب تحت <applause> على طول تحت الجمله مكتوب ااا آآ مخك نفسك ممكن تشتغل معاك او ضدك اكزاكتلي exactly. تمام لو عايزها تشتغل عشانك وتملاها بحاجات كويسة وحاجات positive تقدر فاتأكد ان انت تملاها بknowledge و positivity واهداف وتبقى على الطريق الصح هتسيت your life up عشان تكسب وهتكسب هتكسب صح exactly فهي الفكرة ان الناس الموضوع is it's easier said than done طبعا حاجة اسهل ان هي تتقال عن تتعمل بس uh, ال, ال 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 الحاجات دي كور فاليوز انا مش بقول ان انا مثلا هموت واشوف الناس كلها ب... ناجحه ومش عارف ايه اه اي ويش ايفري ون ذا بيست انا مش هنا اكمبيت مع حد اي wish وي اول ميك ات بس ات ذا اند اوف ذا داي انا بعمل ده تو جيف ماي بيفور هاند اكسبيرينس انا في حته النهارده مثلا ناس كثيره بتبص لي ناس بتشوف انا بعمل ايه انا ب, 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 ب transfer اللي انا اي went ثرو للناس ان انا مثلا وصلت هنا ازاي فبقول لهم ازاي ان انا في نهايه اليوم نفسي ان يبقى في مثلا ام فايترز كتيره في مصر ليهم اسم وليهم وليهم شهره وليهم بيسافروا وبيعملوا انجازات وبتاع حاجه ما اكرههاش بالعكس يعني انا احب ان يبقى في ناس كتير ناجحه يعني انت بتقابل يبقى في ناس كتير فاشله بتقابل ناس بتبقى عايزه تبقى فايتر شباب صغيره ومش عارف ايه عايزه تبقى فايتر بس حياتهم يعني مستحيل يعني انت لو شايف حياتهم وطريقه حياتهم انت عارف ان هم مش هيوصلوا بس هي لو ما غيروش طريقه تفكيرهم اه يعني انا مثلا النهارده مثلا بيجي لي السؤال ده كتير قوي يا كوتش انا عايز ابتدي بس الجامعه بس يا عم جامعه ايه انا كنت عايش لوحدي بصرف على نفسي باكل باكل نفسي بشرب نفسي هدومي حاجتي حياتي كلها ام a بزنس بدرس وكنت بفايت بروفيشنال وفي ناس في ظروف أسوأ وقلعن مني بكتير و we were able to make it فأنت النهاردة لما الناس أصلا بتبتدي تأبروتش الموضوع بإكسكيوسز أنت you don't have enough passion أو خلي بالك هو أسأل يعني أقول لك على حاجة أنا أسهل لي أحط حط راسي على المخدة اتمرن يا عم وجع ايه بص, بص اول كور فاليو عندنا في الشركه اللي هو كور فاليو معرفش اعرفش يعني ايه يعني بس كور فاليو هو يعني زي ما تقول قاعده اساسيه القاعده الاساسيه بتاعت الشركه اول واحده عندنا 17 واحده اول <applause> واحده اسمها ايجو از ذا انمي ايجو از ذا انمي يعني غرورك هو عدوك تمام <applause> فانت لما تقول ان الناس بتبدي الكارير بتاعها باكسكيوزز بان هم لا اصل انا الجامعه اصل انا امي تعبانه اصل انا عندي مش عارف ايه اصل مصر مش فا... ما فيهاش تمرين كويس انت فاهم ما دي حقيقه فعلا ان هي انت الناس بتبقى من كتر كبريائها ومش قادر يعترف ان المشكله فيه فاه طبعا الكبرياء سهل جدا ان انت تقول لنفسك آه المشكله زي ما انت قلت المشكله مش فيا يعني ايه اسهل حاجه ايه اسهل حاجه ان انت تعترف لنفسك ان انت بني ادم كسول ومش قادر تضحي زي ما انت قلت بالظبط ولا اللي اسهل اللي تقول اصل المشكله في مصر اصل المشكله في عيلتي اصل مشكله في صاحبتي هتلاقيهم مفيش حاجه بترجع اللي هي اصل انا ما بنامش بدري اصل ما باكلش كويس اصل لا انا ممكن اظبط اعمل تايم مانجمنت احسن انت عندك 18 ساعه في اليوم احنا عندنا 24 ساعه هتنام كام ساعه اه هننام 6 ساعات فاضل 18 ساعه هتنام 8 ساعات يا عم فاضل 16 ساعه بتعمل ايه في 16 ساعه عايز تقنعني ان انت ما عندكش وقت في 16 ساعه دول تروح التمرين ساعه هو التمرين انت في الاخر انت بجد في الاخر بجد رايح هتفيد نفسك بس انت هتتمرن كام؟ يعني رياليستيك يا عمر انت بتتمرن مثلا بتقعد تتمرن سبع ساعات آه ورا بعض يا عم انا في فايت كامب لما ببقى في معسكر معسكر بتمرن في اليوم من ثلاث لاربع ساعات 3 والثلاث اربع ساعات التمرين اللي آه بجد جواهم قد ايه؟ ساعة, ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص مثلا الصبح وساعة بالليل يعني هي بتبقى تمرنتين وخلاص بس هي الفكرة احنا برضو عندنا مشكلة خلي بالك في المجتمعات الشرقية اه انت واحد عايش بره وشفت بره الدنيا عامله ازاي الدنيا ب... الناس فاكره العيشه بره سهله وكده العيشه آه. بره اصعب بكتير اوي انا لما اخواتي بيجوا هنا مصر من. كل واحد بقى بيفخد وي... وينام على بطنه بقى وهو جه مصر خلاص بقى everything is here وكل حاجه عايز يعملها سهلة توصل لها والله يعني يا عمر انا نفسي الحاجه دي <applause> انا عشت بره آه. آه. والناس كلها لما تبص على انستغرام اه ما انت شركتك ما انت عشت بره مش فاهمين اصلا ان انا بدات الشركه وانا في مصر يعني انا الفكره جات لي مستحيل تعرف تعمل حاجه بره بسهوله بص صعب جدا, جداً يعني صعب الناس جداً مش فاهمه اي حاجه بره الناس مش فاهمه ان ما هي دي بقى عارف بقى دي مشكله برضه في المجتمعات الشرقيه ان انت لما بالذات لما الناس تبقى في سوشيال كلاس متقدم شويه هما لما يعني انا مثلا النهارده مثلا عيل غلط ودي حاجه ان فيري ثانكفول ان ابويا ما كانش بيعملها اه انا كنت شايف ان هي غلط في اوقات كتير في حياتي وابويا كان اجراسيف قوي بس لما كبرت اكتشفت قلت ببص حواليا قلت الحمد لله ان انا اتعمل فيا كده عشان ما ابقاش في المصيبه دي اللي هي ايه بقى؟ انت عندك العيل مثلا بيغلط تروح لمامته وباباه ايه ده ابني لا انا ابني ما بيغلطش انا ابني زي الفل فالولد عقبال ما بيكبر بس ده بي... أيوة. ايه كبرياء ايوه الكبرياء ايوه 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 ما هو ده بقى لما بيكبر انا ما بغلطش انا احلى بنت في العالم انا أي. ويعني فاهم وتلاقي مثلا البنت يعني او ولد مثلا فاهم اللي هو الواد يعني ما تطقش طعم معاه دقيقه وهم حاسسينك ان احلى واحد واجمل واحد والزز واحد وخالته توتي مش عارف ايه فدا فده بيبقى they feed their kids the wrong shit العيال بتكبر very egoistic النهارده شوف في عيال عندها 4 5 بس يا حبيبي انت بتكلمني كده ازاي انت فاكر نفسك مين انا دادي ممكن يعمل كده الله هنا وقال له انت انت قلب شخ تلحقته امتى بالظبط فدي مشكله يقول لك الجيل اللي طالع ومش ما هو الجيل اللي طالع ده يا حبيبي هو متربي غلط أيوه. هو الجيل الجيل اللي طالع ده مش, مش 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 اسمه ايه ده مش مش طالع كده عشان خاطر النهارده في سوشيال ميديا ما هو حبيبي برضه في ناس محترمه وناس متربيه ولسه طالعين ولسه كل حاجه هي الفكرة هاو سوسايتي ما هي الفكرة بقى ان الصورة از بيجر بيكتشر الاهل بيتعاملوا بالطريقة دي لان الاهل مثلا are already corrupt من حاجة around them because they're choosing uh, choosing the wrong decisions لنفسهم فمنظومة كلها مش هينفع تغيرها بس الواحد ممكن يغير صح. نفسه لما واحد يجي ياخد قرار بينه وبين نفسه اه انا اهلي مثلا ربوني غلط اه شايف ان هم عملوا حاجه معايا غلط في الربايه بس انا النهارده عايز اخد قرار ان انا ابقى حاجه لنفسي ايوه فانت يو نيد تو ستارت وركينج اون يور اغلبيه الناس لا اصل انا اهلي كذا وبيتخانقوا في البيت اه اه وتوكسيك في البيت آه, آه، فعشان <applause> كده انا كده <applause> وانا وانا عمري ما هتجوز <applause> عشان انا اهلي زباله في البيت اه اه, آه. يعني انا انا اقول لك على حاجه انا لما دخلت الجيش شفت ناس بجد 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 ار سو 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 يعني ناس بريفليجد عني في حاجات كتيره م. جدا والناس كلها بتشوف يقول لك اوه بص ده عايش حياته وتمرين وسفر وبتاع مش عارف ايه نو ون ريلي نوز ذا اللي انا مريت بيها في حياتي الخمس سنين اللي فاتوا دول ان انا عايش لوحدي انا طول عمري عايش في بيت اصلا كنت عايش بره طول عمري كان في شغاله في البيت طول عمري اهلي موجودين في البيت كل حاجه انا عايزها موجوده عايز فلوس باخد عايز مش عارف ايه بتاع لما بقيت عايش لوحدي بقيت اتقدرت في حاجات كتيره اللي هو كنت بتعب وكنت بقعد اعيط كتير وبتاع لما دخلت الجيش وكنت شايف ان انا عندي نعم كتيرة وبريفليجز قوي بتاع اقل واحد كان بيعرف ان انا عايش لوحدي يقول لي طب اخويا يا اسطى اجي لك يا اسطى مش عارف ايه يا اسطى ابوك فين يا اسطى طب بتاكل ازاي يا اسطى واحد جه قال لي في يوم قال لي يا صاحبي واحد مش, مش 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 شرقيه تقريبا بتاع قال لي يا ابن خالتي اتجوز اتجوز ابن خالتي حتى واحده تغسل لك هدمتك تصحى الصبح جامدين قوي اه والله العظيم اللي هو حسيت ان انا اه ممكن ابقى بريفليج في حاجات كتيره بس في حاجات كور زي ما بتقول كده مبادئ أساسية مش موجودة عندي موجودة عند ناس تانية مم. ممكن واحد يبقى قاعد في عشة بس معاه أبوه وأمه حاسس إن معاه حد فاهم أيوة. فبعد كده ببص قلت فعلا هو ربنا يعني على قد ما الناس مثلا ممكن تشوف إن الواحد مثلا is في حاجات كتيرة لا انا في حاجات اساسيه مثلا في مش موجوده عندي وفي حاجه احنا ممكن نتكلم فيها اعتقد انت هيعجبك ده ان ان كل واحد بيمر بمشاكل غير التانية يعني انت دلوقتي مشاكلك آه انت قاعد في التجمع بسم الله ما شاء الله تمام وكل حاجة في ناس تقولك لا الراجل ده ما 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 عندوش أي مشاكل في حياته الراجل ده أحلى حياة أنا نفسي أبقى زيك أنا لو كنت في مكانك كنت زماني مبهدل الدنيا أنا كان زماني عندي عشرين جيم آه. أنا كان زماني آه. بس انت مش بتمر بمشاكل نفسيه بمشاكل في جسمك بعيا بامراض ناس بتموت في عيلتك معكش فلوس في ايام بنكك البيزنس مش عارف بقى ناس سرقتك ويا. ناس ضحكت عليك ناس فشختك صاحبتك اديتك ده كان العكس ف فأنت حاسس إن, إن مش فارقة إيه إيه الصعوبات اللي قدامك كل واحد بيمر بصعوبات غير التانية وكل واحد بيعيش حياة غير التانية وده حاجة مش في إيدينا بس أنت إيه تركز تركز فيها وتطلع منها وما تفضلش تبص لواحد تاني اللي هو لا 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 أنا حياتي أصعب منه فأنا أنا هي تاني, ال... تاني تاني نرجع تاني لنفس الحاجة الإيجو ده تاني اللي هو أنا حياتي ده حياته أسهل بكتير فعشان كده هو قدر يوصل لده ده مش صح ما أنا هقول لك هديك مثل كده إيه سريع انت البني ادم عباره عن شانلز حلو انرجي شانلز انا النهارده مثلا خلينا نقول كل بني ادم ثري شانلز حلو انا عمر ثري شانلز ورك تو سيرف عمر احمد 3 شانلز في شانل بتسيرف سينج وات عمر از دوينج وشانل تانية بتسيرف سينج وات سارة از دوينج وشانل تالتة نصها الاهل بيشوفوا هو الاهل بيعمل ايه ونصها ليه هو كده عنده 2.5 out of 3 channels جواه متوظفين لمجهودات براك مجهود حد تاني فايه اللي بيحصل بقى انا ام فوكس 3 channels on myself انا هتلاقيني بنط من هنا لهنا كل اسبوع وده عمال بقى يجي كده ويجي كده والدنيا تاخده هنا شويه وتحذفه هنا شويه وعمال يلف في نفس الدايره انت فاهم يا ابني ركز على نفسك انا انا جبت لك ورقه وقلم ورسمتها لك انت هتضحك فاهم اللي هو انتوا ازاي يا جماعه مش واخدين بالكم ان انا واحد ماشي اللي هو يعني مثلا جت فتره لما حصل موضوع الوين تشون ده الولد اللي جالي في البيت وضربته مش عارف ايه كله بقى ايه ده وانت فاكر نفسك مش عارف ايه واحد دخل لي بيقول لي ليتس كومبير مارشال ارتس وين تشون ان انا من منطلق بتاعي هويس جريسي كان بيعمل الكلام ده في الجيم اصلا لما الام ام ابتدت كانت عن ايه؟ تلاقي واحد داخل ببدله وواحد لابس شورت أيوة. واحد لابس جلوفز واحد بير نوكر they're comparing the arts. أيوة. انا بالنسبه لي ده كان الهدف بتاع الموضوع قلت له ماشي تعالى يا حبيبي فبقول له واحد قلت له خش هات لي الجلوفز من جوه فقال لي ايه ده ايه ده جلوفز ايه بير نوكل. قلت له يا راجل عايز سبور معايا بير نوكر طب حلو قوي بس قال لي بس انا بقى في شرط واحد قلت له ايه قال انا عارف ان انت ده كانت ساعتها بقى المكان لسه في البيت عندي قال لي انا عارف ان ده بيتك وده مكانك وبتاع بس انا عايز المكا... الموضوع يتصور قلت له اه انت طب ماشي انت جاي بقى عايز بقى ايه تتسيط على قفايا بس المهم بسلم عليه وانا بسلم عليه دخل بيعمل كام حركه I took my distance رجعت ورا it was like a 15 second video فاهم <applause> بحطه في البودكاست لو عايز <applause> رجعت ورا يوسف والله العظيم ودخل بيعمل لي كده فاهم قال يعني بقى هيضرب الوينج تشام بقى هتضربني. اي <applause> ونت والله العظيم دوك اندر سنجل ليج تريب وقعدت على الارض وبير نوكل بوم بوم هامر فيست في وشه صعب عليا ما كنتش عايز اضربه ناكلز داون في وشه بالهامر دب 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 دم ابتدى يطلع, يطلع, يطلع. اه خلاص 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 الدنيا اتقلبت بقت ب... خدته بقى نزلته اللي هو ده وبعدين بقى لقيته حد على ريدت نزله على ريدت ولقيت بيج كده كان جو روجن ودينا وايت ومش عارف ايه وناس كتير قوي عاملين لها فولو وخدوها ونزلوها اسمها مش عارف مش... ام ام اي مش اتس جود بوبليستي ام ام اي فايتر بيتس سوبر ايوه وان شون جاي ودخل بقى على ال... اسمها بيج كان ماك دوجو لايف دخل بقى الولد قاعد يكتب كومنتس ايوه وبتاع كله بقى دخل مسح بكرامته وقعد تعرف الامريكان بقى ياي ياي يو جاب بانك يو جاب بانك ناو يو كراين بقى مش عارف ايه فاهم جيت بقى هنا في مصر يا ابني بفتح تاني يوم الانستجرام لقيت 600 كومنت ومش عارف بقى ناس انت ابن وبقى دايركت مسج استهدادات انا بكلمك من مدرسه الوينج شون تبع الماستر لينج تينج تعالى اللي هو ايه يا جدعان التخلف اللي انتوا فيه ده فلما لقيت بقى الموضوع هيك كده كنت عامل له بروموشن قلت يلا بقى والله في الاخر بقى كله قال لك ايه ده ايه ده شايف نفسه انا مش عارف ايه انت عايز توريني انت إيه. يا عم اوريك ان انا جامد ايه خش يا عم انا ده آه اول مره اسمع الحوار ده على فكره انا انا حاجه سبايسي خالص آه, آه, انا فاهم انا نافخ بتاع 15 فايتر قبل ما اضرب الواد ده فاهم وفاتح لهم وهو اللي جه و... هو اللي جايب رجله فالفكره بالظبط <applause> فلما لقيت الفوكس عليا جامد قوي كده يا ابني ماي انستجرام بيج جامبت لايك 6 7000 فولورز ان لايك 3 4 دايز جامد اه والله العظيم فاهم فاللي هو قلت خلاص بقى بقيت في الشارع فاهم الاقي واحد يقول لي بس انت ضربته جامد بس انت مش عارف ايه اللي هو فالناس عندنا مشكلتها الاساسيه ودي حاجه برضو في في المجتمعات الشرقيه يو بوت تو ماتش فوكس اون اذرز ده اللي مخلينا بنحاول نبقى westernized قوي وفاشلين في الموضوع وجاي معانا بغم ونكد وكل كام شهر بقى تسمعنا قصص غريبه واحد مش عارف عمل ايه واحده مش عارف عملت ايه بسبب ان احنا اصلا اور culture يعني از اجينست الكلام ده احنا النهارده البيبل ار تراين تو بي وسترنايز بطريقه مش طبيعيه دي تراي ان هما شايفين هي دي الامل او هو ده كل حاجه مع ان احنا لو رجعنا فاهم في قديم الزمن او انت عارف عمر انا حاجه ثاني دي بي وسترنايز وانا حاسس عشان الافلام وعشان الميديا بتوري بالزبط. ان امريكا هي اللي فيها وهي امريكان دريم وكل حاجه بس بتوريش هي قد ايه صعبه ان انت توصل في امريكا بالزبط. وفي كندا وفي اوروبا بالزبط. عشان تعمل حاجه بس اللي هما شايفينه على التلفزيون ان كل حاجه صح ان انت بتروح هناك توصل هوليوود تبقى ممثل تبقى سوبر ستار وتركب <applause> البنتلي ما هو بص بيقول لك ايه في بتاع بيقول لك ايه يو نو يو نو ماي نيم يو دونت نو ماي ستوري ايوه انت عارف اسمي ما تعرفش انا قصتي عامله ازاي فاهم بس قد اند اوف ذا داي واحد مثلا هتكلم مثلا في اللعبه عندنا واحد زي كونر مجاجر او حبيب اف يو لوك باك انا واحد مثلا اعرف وات these بيبل went ثرو عسكرت مع ناس تعرفهم، عسكرت مع ناس من فريقهم، وشفت و.. وتابعت وبتاع هو الفينش لاين هو أمريكا. يعني أي. أو الفين.. أه.. الفينش لاين هو يو اف سي، فاهم؟ ذيس از نوت يعني هو ما صحيش الصبح يتمرن ايه شوية دخل يو اف سي. في قصة كفاح بنت لذينة ونضال و.. 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 وشغف وأبس آند داونز انت خلاص انت بص لما الواحد يكون عايز يوصل لحاجه في حياته لازم يدفع ضريبه اي حاجه في الدنيا، هتتهان هتتشتم هتتضرب، احنا هنا و تو scared تو جيت اوت اوف ذا comfort زون، الناس كلها عايشه في comfort zone انا طبعا غير طبعا. يعني اقول لك على حاجه انا مثلا كنت في الجيش حلو؟ هل في اي حد مثلا الناس اللي قاعده في الساحل دي، هل في اي حد يعرف ان في مثلا بتاع 200000 الف بني ادم بيقضي خدمه عسكريه مثلا في الشهرين في دول ولا ف... ولا they think ثينك is از لايف المشكله ان هم فاكرين ان هي دي الحياه ولو لو العربيه باظت لو المرسيدس باظت يا لهوي يا لهوي آه يا لهوي يعني اللي يعني هو يعني خلاص بقى مشكله مصيبه انا النهارده بقول لك يعني مثلا لما دخلت الجيش ووز ا انعزلت عن كل حاجه انا جوه عسكري مفيش بقى جاد فيرست وبوكس ومش بوكس مش مهم مين اللي عارفني جوه بس انا جوه عسكري شخه حته شخه انا شخه الجيش فهمت ف لا حسيت ان هو ده الحياه ممكن تغير في يوم وليله انت ممكن النهارده هنا تبقى هنا ممكن النهارده انت هنا تبقى هنا اهم حاجه يا عمر اهم حاجه ان انت يو بليف بقى بالكور فالوز بتاعتك ولا ايه بص هي اهم حاجه انا اهم بص انا مشكلتي ان انا مثلا الكور فالوز بتاعتك برده عشان هي بت انفلكت أو بتكونفليكت مع ناس كتيرة، أنا مش بحب إن أنا دايما أبقى very blunt، يعني أنا دي يعني I try to be as blunt as I can ب the most camouflaged way برضه الموضوع إيه مش مش بيبقى اللي هو you still get judges، في الآخر بص أنا اللي هو وصلت لمرحلة دلوقتي في حياتي، يعني أنا النهاردة أول يوم أرجع لحياتي الطبيعية ف it's a very critical point in my life, I'm very emotional، بقالي يوم ما اتحركتش مرنت قبل ما النهارده اي فيل فريش ما خسيتش جرام وانا في الجيش كنت مظبط الكالوري انتيك بتاعي طبعا كده اوت اوف اكسبيرينس اللي هو انا داخل الجيش 87 كيلو انا واقف على الميزان امبارح 87 كيلو كيلو كنتش باكل اكل هناك مظبوط بس كنت عارف اظبط نفسي مم. ممكن عملت شويه فاتس عشان طبعا هناك الاكل اللي كنت عايش في الكانتين عايش على الكانتين بقى باتيهات وشيبسي شوية علب تونه وكنت بدخل بروتين يوم او يوم لا او مظبط نفسي فاهم بشكل اخر كان في ايام بضطر اضحي واخش اكل البروتين بتاع الجيش فاهم ان محتاج جسمي مش عارف يفنكشن كويس ابتدى ضهري يوجعني مش عارف ايه بتاع ف لا الكور فاليوز بتاعتي خلاص بقى انا رجعت تاني زي ما قلت مثلا 20 20 دخلت في حاجه توكسيك 20 21 خسرت اول ماتش انترناشونال ليا بعد كده دخلت الجيش حاجات كتير كانت داخله في بعض حسيت ان انا بعدت شويه دلوقتي انا متمسك جدا بالكور فاليوز بتاعتي وعارف ان هي ضد 99% من الناس اللي حواليا بس انا I'm gonna run over everything like, like a fucking بوليت فاهم انا راجع عم. I'm coming for everything مش هتنازل عن اي حاجة مش هعمل اي حاجة عشان خاطر الفيت ان مش هعمل اي حاجة بره اللي انا المفروض عارف ان هو صح سواء بقى انا موضوع حرام او حلال ده بيفرق لي او بيفرق ليش انا بقيت متمسك بمبادئي اللي انا عارف ان هي وصلتني للي انا وصلت له وممكن انا خدت بوز سنه كده كنت بستراجل فيها شويه زي موضوع الشانلز كده الشانلز بتاعتي اتفرقت شويه بس الحمد لله اي ريجروبت والجيش كان حاجه من الحاجات ساعدتني ساعدتني ان انا ريجروب جامد قوي جامد بس ف ات ذا اند اوف ذا داي لايف doesn't revolve around one person مش عشان انت بتركب عربيه حلوه ولا عندك بيت حلو في في حته وبتخرج تشوف مش عارف ولا تعرف لك كم ممثل ولا في واحد مشهور شويه عامل لك فولو على انستجرام ولا ال الكلام ده كله ملوش لازمه at the end of the day اللي ليه لازمة انت كبنى ادم what you're made of معدنك ايه هو لان هو ده that's gonna get you to ومع نفسك من جوه نفسك من جوه مش قدام الناس بينك وبين نفسك انت كده كده at the end of the day بينك وبين نفسك اللي انت بتعمله بينك وبين نفسك هو المفروض ان انت بتعمله بره لو انت بتتغير بره عشان خاطر حد او بتعمل اه مثلا مثلا يعني في مثلا حاجه تقول لك ايه كل ما تحب والبس ما يحبوه الناس مش مشكله لو انت بتلبس لبس مبني على فاشن او ترند او بتاع مش نهايه العالم فاهم بتلبس مثلا ساعه عشان شفت واحد بيحبها It's not the end of the day او the end of the world بس انت بتكون ماشي على مبادئك في حياتك أي. انت مثلا واحد بتصلي وتصوم بتفضل تصلي وتصوم لو انت في في ايبيزا أي. فاهم قصدي بس النهارده حاجات بسيطه مثلا انت تحب تلبس لبس كويس ماشي يا عم اصرف البس فيرزاتشي البس أيوه. جوتشي أي. برادا محدش بيقول لك عيش في الدنيا دي اسجن نفسك فاهم بس يبقى عندك مبادئ، يبقى عندك مبادئ، يبقى عندك اهداف، انت عارف ان ده غلط فما ينفعش تعمله. أي. يعني النهارده مثلا دخلت الجيش، الجيش كله بيشرب سجاير، كله. انا كنت بشرب زمان. ات واز فيري ايزي لما انت قاعد العيال بتشرب في العنبر، بتشرب في الحمام، بتشرب في الطابور، كل أساس السجاير هناك بتتشرب مقلوبه. ايوه. كل ماسك السجاير كده واقف في الطابور فاهم، فاهم؟ كله شغال كده. سهل جدا أنا كنت ارجع اشرب لي سجاره حتى، أي. فدلت جوه عمال اقول وعادي ما كانتش هتبقى ازمه دي سجاره أيوة. يعني هتعمل لي ايه م -م. انا كده هرجع اتمرن فاهم وفضلت متمسك جيم. قلت لا انا مش هشرب ومش هعمل ومش هخلي ومش هسوي شكل عندي مبدا لما بطلع بقى من جوه اه انا ام براود اوف ماي سيلف فاهم عملت انجاز ببقى فخور, فخور بنفسي مش محتاج حد من بره اشوفه بيعمل حاجه عشان اتشجع ان انا افضل مكمل أيوة. بالطريقه اللي إن انا مكمل بيها فانت لما لما يبقى عندك مبادئ ولما يبقى عندك عزه نفس كده هتلاقي ان كل حاجه في حياتك ماشيه فيري سموث وربنا هيفتح لك الطرق طالما انت ماشي في طريق صح 100% بروف وحاجه من الحاجات ال 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 الست ال 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 سبع ايام اللي عدوا عليا اللي فاتوا دول بتوع الجيش انا اترميت من هنا لهنا لهنا وهوب لقيت نفسي واخد مخرتي ومروح جيب. خلاص اللي هو انت المخلة دي فيها كل نمره السرير وكل حاجه اللي هو هي ستالينج مي اندايركتلي وي دونت ونت يو تسليب اوفر فاهم ليف يور لايف عيش حياتك انت شخص واحنا بنحترمك كمنظومه جيش وانا محترمهم فاهم وقد اندرو دول, دول كانوا اكتر حد فاهم انا بالنسبة لي لا وانا هدخل هدس اوبي وهدخل بص وعايزة تسجن وكنت داخل ولا فريق دي اي حد كان يقول لي هكتب لك في النموذج اقول له اكتب اكتب قصة حياتك اديني جزء اعمل اللي انت عايزه صدقني ده دي فايتر فاهم انا مش هشتغل في, 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 في شركه انا عارف ان انا مش هشتغل في شركه يعني لو اتشقلبت لو اتصبت فاهم انا بزنس انا اشتغلت 7 8 جوبز حاجات دي حاجات مثلا حاجات الناس ما تعرفهاش ان انا كنت مندوب مبيعات في جوهينا ابويا كان نائب مجلس اداره فتره وان اوف ذا جوبز عملها ونزلني في ريتيل في رمضان ايام ما رمضان كان بقى في الصيف مثلا ده كان 2014 2015 كنت بنزل كاش فان عارف الكاش فان أيوة 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 أيوة. اللي هو بيشيل الزبادي أيوة, ايوه كنت بنزل طن زبادي كل يوم على ايدي انا والمندوب وبقعد ما بين المندوب والسواق فيش تكييف واتنين عرقانين والمستودع في المنطقة الصناعية ورا اي يو سي وكنت ببقى مفشوخ بقى في رمضان صايم برجع انام في العربية من ورا عشان كانت بتبقى ساقعة شوية انها كانت بتبقى متبردة قبلها بيوم وبقى معايا ايه بقى في العربية كل المرتجعات والتوالف فانا نايم في زبادي حمضان <applause> ودبان ومفيش عفشة اصلا في العربية واي مطب بقى فاهم فاتفشخت اتفشخت واشتغلت في بي ام دبليو واشتغلت في يو جي دي سي واشتغلت في فودافون جربت الكلام ده كله وفي الاخر اخترت اللي انا عايزه. شغف. Do people know this? No one knows this. ولا حد يعرف اي حد يقول لك يا عم ده ده حته بلطجه، بس انا في الاخر ما بيفرقليش ليه؟ لان انا ماشي وطريقي ماشي والدنيا مفتوحه لي وعندي اصلا مشاكل في حياتي فاهم؟ انا لسه خسران ماتش وعايز ارجع مدير اعمالي ما بيردش عليا بيرد عليا مره في الشهر شكلي هفكسر وامضي عقد في منظمه ثانيه فاهم؟ رد نظامي وجاي لي وجاي جاي فرصه جديده فاهم؟ بجد والله. لسه انا طالع من الجيش واحد عمال بيكلمني يعني طلعت فجأة سعيد إيه؟ عمر كيفك عمر كيف يا عم كيفك خلاص عرفنا كيفي 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 عايز ايه آه في بروموشن جديده في السعوديه عاملين حاجه زي Ultimate فايتر اللي هو بيبقى فريقين أيوه بيقعدوا أيوه. يلعبوا ضد بعض ويجيبوا حياتهم بتاعه اند ذ مليون سعودي ريال برايس فاهم فاي وانا ساين فور ذس ومش عارف اعمل ايه يوم السبت لازم ارجع الجيش واشوف بقى مين بيلبس يوم مين بيعمل ايه فالناس تركز على نفسها اكرم لها واحسن لها و يعني at the end of the day فاهم you never wish anyone bad wish yeah. to be like someone else يعني اتمنى انك تبقى في مستوى رونالدو او ليبرون جيمس بس عمرك ما تتمنى ان رونالدو يتكسر عشان انت نفسك تبقى ملهاش دعوه بالظبط ملهاش دعوه ده ده بالعكس ده هيقلل منك ده كنت. ده غرورك انت و... وهيشدك لورا الكلمة الثانيه اللي انت قلها الإيجو, بالع... ال... الايجو اللي اسمها ايه بالعربي انت قلتها الكبرياء الكبرياء أوه. ده كبرياءك انت آه... انا شايف يا عمر كفايه على البودكاست ده فيه كلام في كلام أوي كتير قوي وحاجات كتير قوي تقيله قوي انا مبسوط قوي بالكلام ده يا عمر وهي دي فكره البودكاست المايند سيت هو كله يعني فكره البودكاست ده ان انا اوصل للناس والناس اللي معايا اللي بتيجي بنفس المايند سيت ان مهما انت فين في حياتك او طالع من فين او 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 مش فارقه اه مش فارقه انت طالع فين لو انت بتفكر بالطريقه الصح والطريقه الصح دي انت ممكن تلاقي ناس شبهك او دلوقتي في اونلاين في كميه كتب وكميه حاجات تقول لك على الأقل تحطك على الطريق الصح. وهتلاقيهم هتلاقيهم يعني في حاجة بتقول لك do what you can where you are with what you have and never be satisfied and the right people will show up in your life. كده كده اعمل اللي تقدر تعمله باللي عندك بالمتاح وافضل ماشي وفي يوم من الأيام الناس الصح هتظهر في حياتك، إن الناس الصح تظهر في حياتك دي أصعب حاجة، يعني أنا في مرحلة في حياتي في حاجات كتير كده لسه ما حصلتليش، ناس كتير صح ما ظهرتش في حياتي وأنا عارف إن هم هيظهروا في الوقت الصح بس فا يعني I think احنا we covered موضوع المايند سيت ده ان الناس محتاجه تبقى بتفكر بشكل معين بت يعني بت بتغذي عقولها بطريقه صح وآي هوب يعني ان anyone who comes on this podcast would would spill down some good things يعني from a good position هو بيكون فيها ان هو يساعد الناس ان هي تفضل positive mindset ويبدأ بنفسه ويبدأ بنفسه آه يعني بس ما تجبلناش بس والنبي العيال بتوع اليومين دول يعني خلي البودكاست كده ايه هحاول بس عادي ممكن اسال بسرعه جدا بكره غير حساب البودكاست يوسف صبري بارتي اشكركم جدا يا جماعه ان انتم اتفرجتوا على الحلقه دي بجد عمر ميرسي انت موجود احنا عايزين نعمل بودكاست كتيره اتفرجوا يا جماعه على التمرينه على التمرينه بتاعتنا هننزلها على الفيتنس تشانل الجديده اه والتمرينه الجديده هنعمل تمرينه جامده فاتفرجوا عليها على الفيتنس شانل نحب نشكر جيم عمر جيم عمر ادينا واحده شات اوت للجيم كده على الناس عايزه تروح تتمرن الفا ايجيبت ان شاء الله يعني يا جماعه this will be the alpha of the fitness industry in, in the coming years يا رب يا رب ان شاء الله فتشيك اوت الفا يا جماعه بصوا الفا جيم جميل جدا انا رحت اتمرنت هناك بودي ويت في مدربين جامدين جدا وفعلا يو work on real strength تبقى قوة حقيقية مش مش أي حاجة وخلاص وطبعا نحب نشكر virtual courses now إن هما بيعملوا سبونسر لل يوسف صبري mindset نشكرهم جدا ميرسي ان انتوا اتفرجتوا اعملوا فولو لعمر اعملوا فولو يا ريت ليوسف صبري ويوسف صبري مايند سيت ويا ريت بس عايزين و... نكبر الشانل اه وعايزين سبسكرايب يا جماعه <عبة> في الشانل مرسي جدا يا جماعه بحبكم كلكم وهاف ا جود داي